بتقول ايه النهارده للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري؟ انا بحيي الرئيس من كل قلبي، وانا يعني بشوف التقدم اللي بيحصل في البلد، وبشوف الحاجات المشروعات الكبيره اللي بتتفتح في البلد. بقول له ربنا يديك الصحه يا ريس، احنا وراك، احنا كلنا معاك يا ريس، والموضوع مش بمزاجك يا ريس، لا بالعكس احنا داعمين ليك. مش بمزاجك يا ريس انك انت تسيبنا، بالعكس احنا داعمين ليك يا ريس. بص يا رئيس السيسي ده حبيب الشعب كله، وحبيبي انا كمان. انا بقى ماليش دعوه، انا بحبه حدا يعني حب خاص كده، يعني حاجه كده جميله. هو انا بقول له ربنا يقويك يا سياده الرئيس، احنا اسر الشهداء احنا مش زعلانين ان حضرتك كنت يعني بتقول ان الجيش والشرطه هم اللي يتحملوا ويضحوا، وابني ضحى، فانا ما زعلتش لان هو ده واجبنا، يعني هنا هو واجبنا. بقول له ربنا معاك، انت مش بس بتعمل، مش بتقضي على الإرهاب بس، انت بنيت البلد برضو بالتكاتف مع الجيش والشرطة. فأنا بقول لهم جيش وشرطة وشعب ورئيس وكله ربنا معانا، وربنا إن شاء الله هينصرنا، وإن شاء الله هنقضي على الإرهاب، وإن شاء الله العملية اللي هي 2018 إن شاء الله هتكون العملية الشاملة 2018 إن شاء الله تقضي على الإرهاب بينا وبيك وبالشعب الطيب دوت اللي بيتحمل كل الظروف. الجيش المصري دول ولادنا فعلا، هم ولادنا ومننا وحتى مننا، واحنا معاهم واحنا في ظهرهم، ولو نقدر نعمل اي حاجه معاهم مش هنتاخر عنهم. واقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يقويه وربنا يعينه على التركه الثقيله اللي هو استلمها من الشعب المصري.